بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح أتكلم في هذا الدرس عن بعنوان فلينظر الإنسان مما خلق. هذه البويضة المؤنثة التي خلقنا منها وتخترقها نطفة مذكورة لتلقحها وتبدأ رحلة الحياة. لقد أكد القرآن أن الإنسان يخلق من نطفة واحدة لا أكثر. وجد العلماء اليوم ليثبتوا بالصورة الحقيقية أن الإنسان يخلق من نطفة واحدة فقط، بينما تذهب ملايين النطاف راجعة ولا تسمح البويضة إلا لنطفة واحدة باختراقها. هذه النطفة مكبرة أكثر من 500 مرة مثل ما تلاحظون في الصورة، إنها لا ترى بالعين المجردة. هل نعرف حقيقة خلقنا؟ هل ننظر وهل ننظر مما خلقنا؟ إن أصلك أيها الإنسان نطفة صغيرة لا ترى بالعين المجردة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، سورة الطارق آية 5. وقد أشار القرآن إلى حقيقة خلق الإنسان من نطفة واحدة في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أولم يرى الإنسان إن خلقناه من نطفة، سورة ياسين آية 77. ألا تدعونا هذه الحقائق الجديدة أن نسبح الله تعالى؟ والله أعلم.